السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ النهاردة نتكلم على البيزكس بتاعت الماشين ليرنينج. دي تعتبر من اهم الفيلدز اللي موجودة دلوقتي. كلنا شايفين ان كل حاجة تقريبا دلوقتي الترند اللي ماشية ان احنا هنشتغل ماشين ليرنينج وديب ليرنينج. هقول لكم الفرق بينهم بعد شوية. دي مجموعة من الترمينولوجي بس اللي هنحتاج نعرفها ان احنا عشان نعرف احنا ماشيين فين. هي ماشين ليرنينج والداتا ساينس والداتا مايننج والداتا اناليسيس. اكيد تسمعوا الكلام ده كتير جدا في كل المجالات دلوقتي. الفرق بقى بين عشان نبقى عارفين برضو الدنيا ماشيه ازاي، الفرق بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. الديب ليرنينج ده مجرد جزء من الماشين ليرنينج. يعني عندنا الامبريلا الكبيره، الحاجه الجزء الكبير السات الكبيره هي الاي اي، جواها ماشين ليرنينج، جواها سبيسيفيك اكتر الديب ليرنينج. الماشين ليرنينج يقدر يشتغل على داتا سيتس صغيره، اوكي. الديب ليرنينج محتاج ان هو يبقى الداتا سيتس بتاعته ضخمه جدا، اوكي. وده بقى متاح حاليا عشان عندنا كميه مهوله من الداتا زي ما هنشوف دلوقتي. الداتا موجوده في كل حته وبتتجمع طول الوقت زي ما احنا عارفين. اتكلمنا قبل كده، اتكلمنا على اليكسا وهي بتتعلم ازاي وانها طول الوقت بتسمعك. اتكلمنا على الفيسبوك ان هو طول الوقت بيعمل لوجينج لانت بتعمل ايه وتتصرف ازاي. حتى لو انت مش على الفيسبوك نفسه، انت بتبراوز في anywhere، هو بيكيب تراك انت بتعمل ايه. وده عباره عن انفورميشن داتا، والداتا دي مهمه جدا وفيري فاليبل، اوكي. طيب هل الداتا دي عباره عن الصور بس مثلا ولا الفيديوهات بس؟ لا، الداتا دي كل حاجه، التكست، الارقام، انت عملت كليك كام مره، tables، images، transactions، اشتريت منين ورحت فين، videos، اي حاجة انت بتعملها تعتبر data. اي معلومة بتعمل لها input جوه الانترنت تعتبر data، اوكي. طيب يبقى احنا طول الوقت في data بتتجمع مننا. سمارت فون بتاعك ده طول الوقت بيعمل لك tracking، اوكي. السوشيال نتورك زي ما اتكلمنا ان هي طول الوقت بتجمع داتا، زي ما اتكلمنا على اليكسا قبل كده ان هي مش بتتجسس عليك مثلا، لا هي بتسمع عشان تحاول تتعلم، اوكي. طيب في حاجه مهمه جدا، ده بيعمل يعني بريتش او يعني ده ضد البرايفسي ايشوز اللي موجوده دلوقتي. انت دلوقتي ما عندكش اي نوع من البرايفسي، انت موجود في كل حته. انت لو سافرت بره انت السي سي تي في موجود في كل مكان، انت متشاف طول الوقت وصورتك بتسجل طول الوقت بارادتك او بدون ارادتك، اوكي. فده في برايفسي ايشو الناس لسه بتتكلم عليه لغايه دلوقتي ولسه ما اتحلش. طيب نسيبنا من الكلام ده ونتكلم على الموضوع بتاعنا احنا النهارده. ايه البروسيس بتاع الماشين ليرنينج؟ ايه اللي بيحصل؟ الترتيب اللي بيحصل ان انا ببدا اجمع داتا، اوكي. بجمع الداتا دي، بجمع ايمجز، بجمع معلومات، انت اسمك ايه وسنك ايه وفي سنه كام. بعدين ابدا انظف الداتا دي واحضرها. انظفها واحضرها ازاي؟ ان انا اقول ده السن، ده الوزن، ده الاسم، ده شكله كذا، ودي صورته كذا. بقسم الداتا واعمل لها ايه؟ كليننج، ماشي. اقول الداتا دي هتنفع، لا دي ناقصه مش هتنفع، وهكذا. بعدين بدخل على جزء تاني اللي هو ديسكريبتيف ستاتستكس، ماشي. ده بيبقى حسب الريسيرش اللي انت هتعمله. انا محتاج الريسيرش ده عشان ايه؟ ببدا اشوف انا محتاج هعمل ريسيرش على الناس اللي سنهم مثلا من 20 سنه ل 40 سنه. فببدا اقول دول اللي من 20 ل 40 وزنهم بيبقى في حدود كذا وكذا وكذا، ماشي، اوكي. بعدين ابدا ادخل الكلام ده اللي انا قسمته ونظفته وعرفت هو بيتكلم عن ايه، ادخله للماشين ليرنينج بروسيس. ماشين ليرنينج بروسيس ده بيعمل لي حاجه من الحاجات اللي هي موجوده دي، كلاسيفيكيشن، بريدكتيف مودلز زي التنبؤ بتاع الطقس مثلا. انا ممكن ادخلك معلومات وهو يبدا يتنبأ لك بالطقس هيبقى شكله ايه، اوكي. يقدر يتنبأ ان البني ادم ده مثلا احتماليه اصابته بمرض معين قد ايه، اوكي، وهكذا. وبعدين اخر مرحله بعد الماشين ليرنينج الفيجواليزيشن، اوكي، دي مش هندخل فيها قوي. وبعدين نرجع من الاول تاني نعيد داتا كولكشن، وهكذا. والبروسيس بتمشي ان سيركل. طيب ايه الابلكيشن بتاعت الماشين ليرنينج؟ زي ما اتكلمنا كتير جدا، ماشين ليرنينج داخله في كل حاجه، السبام فلترنج بتاع الايميل، الكريدت كارد فرود ديتكشن، هو يقدر يقول لك ان ده فرود ولا مش فرود،
ان هو بيتعرف على الديجيتس، بيقرا التشيكس والزيب كودز، يعني هما بيوزعوا الجوابات ازاي لو في يعني لسه في جوابات موجوده، اكيد مش بني ادم بيبص على الزيب كود، دي حاجه بتقراها وتوزعها. ان هو يتعرف على الناس في الصور زي ما قلنا في السي سي تي في، لو بيدوروا على حد معين يقدروا، مش هيقعدوا يبصوا في كل الصور، هيعملوا سيرش على الفيس المعين اللي هم بيدوروا عليه. سوري، الام ار اي اناليسز، ان هو يقدر يحدد لك المرض اللي موجود. ريكومنديشن سيستم زي ما اتكلمنا على النتفليكس. سيرش انجنز، الهاند رايتنج ريكوجنيشن، اوكي. السين كلاسيفيكيشن، يقدر يقول لك ان السين ده فيه ايه موجود جواه، رياضه مثلا او حاجه زي كده. زي ما قلنا الماشين ليرنينج داخله في كل حاجه زي ما انتم شايفين كده في الصوره. طيب ايه الفرق بين الماشين ليرنينج والاستاتستكس؟ اكشولي هما الاثنين بينترتواين معظم الوقت. يعني ايه انترتواين؟ يعني بيبقى في ميكس بينهم، اوكي. يعني انت محتاج شويه تعرف شويه statistics عشان تعرف ماشين ليرنينج كويس او ديب ليرنينج كويس، اوكي. هل ده يمنع ان انا ما اعرفش statistics واشتغل بماشين ليرنينج؟ لا، في حاجات ممكن اتعلمها في ماشين ليرنينج to help me without the statistics background، اوكي. هنتكلم على بعض الاشياء منها كمان شويه. ايه تعريف الماشين ليرنينج اللي دوختنا بيها دماغنا دي؟ ان انت ازاي تعمل كمبيوتر بروجرام يتحسن بالاكسبيرينس، يعني هو يبقى بياخد خبرات ويتحسن. طيب امتى الكلام ده يحصل؟ بيقول التعريف بتاعها: a computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure B. If its performance at tasks in T as measured by B improves with its experience E. ايه الكلام ده؟ انا بحب على طول نتكلم على الماشين ليرنينج برضو كانه طفل بيتعلم، اوكي. يعني انت هتدي له تاسك معين، ماشي. اول مره بتدي له ان هو يجمع الكور مثلا سيبريت الوان، حط الاحمر لوحده وحط الاخضر لوحده وحط الازرق لوحده. هيبدا اول مره هيتلخبط شويه، مش هيبقى عارفهم من بعض. تاني مره هيتحسن شويه. هو ده الاكسبيرينس، ان هو كل مره بيجرب التجربه بيتحسن بالاكسبيرينس بتاعته، اوكي. بلاش الطفل الصغير، انت مثلا لما بتعمل اكله، بتعمل كيكه مثلا، اوكي. عملت الكيكه اول مره السكر طلع قليل، تاني مره هتعمل ايه؟ هتزود السكر، اوكي. نفس الكلام بالاكسبيرينس الليرنينج بيتحسن، اوكي. طيب عندي نوعين من الليرنينج: سوبرفايزد وان سوبرفايزد، اوكي. طيب ايه الفرق بينهم؟ زي من اساميهم كده بالظبط. السوبرفايزد انا بيبقى في حد تيتشر بيعلمك، يقول لك لما تلاقي كذا اعمل كذا، لما تلاقي كذا اعمل كذا، لما تلاقي كذا اعمل كذا. يعني ايه مثلا؟ ان هو بيقول لك ان انت دلوقتي انا عايز اصنف اصناف الفاكهه، اوكي. انت ما تعرفش الفاكهه خالص، اوكي. فهيقول لك لما تلاقي فاكهه لونها اصفر و طويله شويه، اوكي، اعتبر ان دي بنانا. لما تلاقي فاكهه لونها اورنج ومدوره، اعتبر ان دي اورنج. لما تلاقي فاكهه مدوره برضو بس لونها احمر، اعتبرها ابل، اوكي. بيديلك حبه مواصفات ويقول لك قصادها انت ده يديك قرار ايه، خلاص، اوكي. زي ما قلنا كده الطفل الصغير، انا بقول له طول ما انا قاعد اقول له دي قطه وده كلب وده عصفوره. كل ما انا هعلمه اكتر، ماشي، في مليون قطه وفي مليون كلب وفي مليون عصفوره، فهعلمه اللي هيقول مياو ده هيبقى قطه، اللي هيقول هاو ده هيبقى كلب، اللي هيصوصو وده هيبقى عصفوره، فور اكزامبل يعني، اوكي. فانا بديله مساعده، انا بعمل له ليبلنج للحاجه، بقول له ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده اسمه كذا، اوكي. ده السوبرفايزد. طيب الانسوبرفايزد ده unlabeled data. يعني ايه unlabeled data؟ يعني انا مش بديك اي مساعدة، انا مش بقولك ده كذا وده كذا وده كذا، اوكي. طيب امال ايه اللي بيحصل؟ الانسوبرفايزد learning انت بتحاول تعمل clustering او segmentation. يعني ايه clustering او segmentation؟ انا جايالي مجموعة من examples x، اوكي، دخلالي، تمام، انا عايز اقسمهم. فببدأ ابص كده، انا دلوقتي شايف حاجات فاكهه، دي كلها فاكهه، قالوا لي ان كل دي فاكهه، بس قالوا لي اقسمها. هقسمها ازاي؟ هبدا افكر ان انا هقسمها من حيث الشكل، هقول الفاكهه المدوره لوحدها، الفاكهه الطويله لوحدها، اوكي، وهكذا. طيب هفكر تاني، طب ما انا اقسمها حسب اللون. انا دلوقتي طلع عندي فاكهه مدوره كتير جدا، اوكي، فهبدا اقسمهم، دي مدوره ولونها احمر، دي مدوره ولونها اخضر، وهكذا، اوكي.
ماشي، محدش ساعدني، بس انا بحاول ادور ايه الحاجات الكومن واقسم بيها. طيب الحاجات الكومن اللي احنا بنقول عليها دي، الالوان والشكل والتكستشر، حاجه حاجه قشرتها ناعمه، حاجه قشرتها خشنه، كل ده يعتبر ايه؟ يعتبر حاجه بنسميها فيتشرز، اوكي، صفات. فانا في الان سوبرفايزد ليرنينج بدور على الصفات المختلفه واجمعها مع بعض، اوكي، زي ما قلنا هجمع الاحمر مع بعضه والاورنج مع بعضه مثلا، اوكي ماشي. طيب ايه الميثودز اللي بتعملي الحاجات دي؟ في حاجه اسمها كي مينز، جاوسيان ميكستشر، هيراركال كلاسترنج، سبكترال كلاسترنج، هنتكلم على الكي مينز كمان شويه. ده بالنسبه للانسوبرفايزد. نيجي للسوبرفايزد. السوبرفايزد ممكن يعمل لي حاجه اسمها كلاسيفيكيشن. بعمل ايه؟ بديله مجموعه من الانبوتس ومجموعه من الليبلز، واقول له دلوقتي انت عندك عايز تعمل كلاسيفيكيشن، عشان ابسط الموضوع واي هخليها ديسكريت، الليبلز بتاعتي ديسكريت، ماينس وبلس، قطه مش قطه، خلاص اوكي، ما فاهمين كده؟ ده اسمه باينري كلاسيفاير، اوكي. زي ما هو بيقول لك اكزامبل اهي، ان انت هوافق على الكريدت مش هوافق عليه، دي بنانا ده اورنج، خلاص. شكلها يطلع ايه؟ انا عندي هما البنانا اهم الزرق دول، والاورنج الاورنج، اوكي. طيب انا عايزه افصلهم عن بعض، فهعمل ايه؟ هعمل خط في النص زي ما احنا شايفين كده، ده هيفصلهم لي على بعض. ده بيعمل سيجمنتيشن، بيقول لي ده اورنج وده بنانا، اوكي. ايه الميثودز بتاعتي؟ سبورت فيكتور ماشينز، نيورال نتوركس، ديسيجن تري، كي نيرست نيبرز، نايف بايس. على قد ما نقدر في الوقت اللي فاضل لنا هنتكلم على اكتر حاجات ممكنه عادي، اوكي. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعنا هل لازم يبقى لينير؟ لا طبعا، في احيانا زي ما احنا شايفين في الصور دي النون لينير بيبقى احسن بكتير، اوكي. فكلاسيفاير بتاعنا مش لازم ابدا يكون لينير، خلاص، يبقى عندنا في نون لينير كلاسيفيكيشن زي ده، اوكي ماشي. طيب بالنسبه للسوبرفايز ليرنينج، الاكزامبل اللي احنا خدناها دلوقتي كانت بلس وماينس، يس او نو. هل الاكزامبلز اللي في الدنيا كلها اللي اتكلمنا عليها من شويه دلوقتي زي النتفليكس مثلا يس او نو؟ لا، ده بيبقى فيه رينج معين كده، ان هو بيقولك ايه، انت 97% هيعجبك الفيلم ده مثلا، صح ولا غلط؟ تمام. طيب يبقى انا محتاج ريل داتا. الريل داتا بتتوفر لي ازاي؟ ان انا بقول ان انا الليبلز بتاعتي موجوده، الفاليو بتاعها الواي اللي هي الليبل بتبقى ريل فاليو، نسبه، اوكي، رقم يعني، تمام. زي ايه النسبه؟ الرقم الريل فاليو ده اسمه ريجريشن، اوكي، والاف بتاعتي عباره از كولد ريجريسور، اوكي. زي ايه؟ ان انا مثلا عندي دلوقتي ان انا عايز احدد ان بني ادم ده دخله كذا، يبقى انا هديله فيزا او كريدت كارد الليمت بتاعه 20,000 جنيه مثلا، اوكي. عايز من شكل كده ابص على شكل الفاكهه، انت يعني لو بصيت على شكل البرتقانه مثلا او شكل البطيخه هتقدر تقول ان وزن البرتقانه دي كذا ووزن البطيخه دي مثلا كذا، فور اكزامبل يعني، اوكي. بس هتقول رقم، مش هتقول يس او نو، خلاص. طيب نشوف اكزامبل على الريجريشن. ده عباره عن الخط اللي بيمثل لي الانكم كفانكشن في الايج والويت، سوري، ده الخط اللي بيمثل لي الانكم كفانكشن اوف ايج. يعني ايه؟ يعني انت كل ما مفروض كل ما تتقدم في السن كل ما الانكم بتاعك بيزيد، لغايه لما هتطلع معاش هيبدا الانكم بتاعك يقل، ماشي. طيب عايز ادور على شكل ياخد شكل الكيرف ده، يحقق لي شكل الكيرف ده، هنبدا باللينير ريجريشن. اللينير هل حقق لي شكل الكيرف؟ لا، مش قريب خالص من الكيرف بتاعي، اوكي، مش ماشي مع الكيرف بتاعي، يبقى اللينير مش هينفع. نجرب شكل تاني. هل الازرق ده، سوري، الازرق خد لي شكل الكيرف؟ اه، قريب جدا من شكل الكيرف بتاعي، يبقى الريجريشن ده مناسب واحسن بكتير، اوكي. طيب نبص على الاحمر. هل الاحمر ده مناسب للكيرف بتاعي؟ ده بيرفكت للكيرف بتاعي، اوكي، بيرفكت، ماشي. بس ده بيرفكت للحاله دي، هل هيمشي معايا في حالات تانية؟ لا، اوكي. يبقى ده بيرفكت للحاله دي اونلي، ماشي، هنشوف الكلام ده يعني معناه ايه بعد شويه، اوكي. يبقى ده بيرفكت في الحاله دي بس، خلاص، اوكي. طيب يبقى بالنسبه لي افضل حل، واللي هو حل عام اقدر استخدمه في حالات تانية،
الازرق ده، كيرف الازرق. ماشي اوكي تمام. طيب نتكلم على واحده من الاكزامبلز اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكي نيرست نيبرز. مش كل مره هاجي اعمل احل مشكله في الماشين ليرنينج هبني موديل من اول وجديد. اوكي فالطريقه دي بتحقق لي الموضوع ده ان انا مش هبني موديل، انا مجرد بقيس مسافات. ماشي طيب ايه المين ايديا بتاعتني بتاعتي ان انا استخدم السيميلاريتي بتوين اكزامبلز؟ يعني ايه؟ بفترض ان انا عندي تو سيميلر اكزامبلز، يبقى المفروض ليهم نفس الليبلز. ماشي وبقول ان انا كل الاكزامبلز بتاعتي عباره عن بوينتس في دي دايمنشنال سبيس. خلاص يبقى انا وزعت النقط بتاعتي في سبيس، وبستعمل اليوكليديان ديستانس عشان اديفاين النيرست نيبرز. ماشي لو انا عندي اكس اي واكس جي، دول الاكزامبلز بتوعي، الحالات اللي انا بحاول ادرسها، بقيس المسافه بينهم بالمعادله دي. ماشي متوقع ان كل مكان الحالات شبه بعض كل ما هيكونوا قريبين من بعض. اوكي طيب انا لقيت حاله موجوده في النص بين اربع اكزامبلز تانية. اوكي عندي نقطه وجنبها اربع نيبرز لها، هبدا اقيس المسافه بينها وبين كل نيبر بتاعها، واقرب مسافه هي دي اللي هقول انها شبهها. خلاص اوكي التريننج الجوريثم بتاعنا ان احنا بناد اتش تريننج اكزامبل اكس واي للداتا سيت بتاعتنا، بقول اكس دي اليمنت من ار دي اللي هي الدايمنشن بتاعنا، واي اليمنت من بلس او ماينس 1. ماشي يعني يس او نو. الكلاسيفيكيشن الجوريثم ان انا باخد الاكزامبل بتاعتي واحسب المسافات بتاعها الكي نيرست نيبرز بتاعتها، واشوف الساين، ابدا احسب الساينز اللي هتتجمع في الاخر، وهشوف المسافه هي اقرب لمين. ده اكزامبل لزي ال 3NN او الاقرب 3 نيبرز للبوينت بتاعتي. ماشي وابدا ارسم approximate decision boundary للk equal 3. خلاص ماشي طب هل k ممكن تبقى اكتر من كده؟ اه طبعا ممكن يبقى اكتر من كده، وابدا اعمل classification للنقط بتاعتي على حسب مين اقرب لها. طيب ايه المزايا والعيوب بتاعت الk nearest neighbors؟ ان هو سهل، بيحقق نتائج كويسه، مش محتاج ان انا ابني موديل زي ما قلنا، ما بعدلش في البارامترز، انا مجرد بحدد انا عايز نيبرز قد ايه اقيس عليهم. ممكن ازود كل شويه نيو اكزامبلز او ازود الداتا سيت بتاعتي كل شويه. طيب دي مفايد او المزايا بتاعته. ايه العيوب؟ محتاج لارج سبيس عشان هتخزن كل التريننج داتا سيت عشان تشوف هي اقرب لمين، بطيء ان هو بيحسب حسابات كتير، وعنده مشكله في الدايمنشناليتي. يعني ايه المشكله؟ يعني كل ما الداتا كبرت كل ما هيبقى ابطا، كل شويه ابطا وابطا. طيب بستخدمه في ايه الكي ان ان ده؟ بستخدمه في الانفورميشن ريتريفل، الهاند ريتن كاركتر كلاسيفيكيشن، الريكومنديشن سيستم، يعني زي ما انت بيعجبك حاجه ممكن زي ما اتكلمنا عن نتفليكس، البريست كانسر دايجنوسيس، الميديكال داتا مايننج، ان انت لو مرضى عندهم نفس الاعراض يبقى غالبا كلهم عندهم نفس المرض، الباترن ريكوجنيشن عموما يعني. طيب احنا عندنا هنا عايزين نعرف، طيب انا عملت تريننج وعملت موديل ماشين ليرنينج موديل وبعدين عملت تيستينج. اوكي طيب عايز اعرف هل اللي انا عملته ده نجح ولا ما نجحش، يبقى لازم يبقى عندي فيه طريقه لحساب الايرور بتاعي. اوكي الطريقه دي بيسموها التريننج ايرور او اللوس. اوكي لوس فانكشن عندي كذا نوع منها. في اول نوع كلاسيفيكيشن ايرور. كلاسيفيكيشن ايرور ده عباره عن ايه؟ ان انا بشوف الساين بتاعه الواي اي اللي هي الاوتبوت بتاعي، اوكي اللي هي الليبل بتاعتي الليبل الحقيقيه، والساين بتاعت f of x i اللي هي نتيجة للتست بعد ما دخلتها على الموديل طلع ايه، واطرحهم من بعض. لو طلعوا الاتنين متساويين هيبقى عندي بزيرو، لو الاتنين مش زي بعض هيبقى عندي واحد، وابدأ اجمع واحسب اللوس بتاعتي.
في حاجة تانية least square loss. least square loss ده ان انا باخد الفرق بين الليبل الحقيقية والنتيجة اللي طالعة لي من الموديل بتاعي واطرحهم من بعض واعمل square error. اوكي طيب ايه الهدف بتاعي؟ طبعا الهدف بتاعي ان انا اقلل الايرور. كل ما كان الايرور اقل في التستنج كل ما كان احسن. طيب ايه كمان بقلل الايرور فيه؟ بقلل الايرور في التريننج، يعني انا بفضل اعلمه زي بفضل اعلمه زي الطفل الصغير. انا بفضل امتحنه واختبره وامتحنه واختبره وامتحنه واختبره لغايه لما ينجح خالص في ان هو التاسك اللي انا عطيه له يعرف الاشكال من بعض مثلا. اوكي بفضل كل مره اقول له ده كذا وده كذا وكذا واساله ها دول ايه ها دول ايه لغايه لما الايرور يقل خالص. اوكي ده في حاله التريننج. اجي على التستنج، المفروض في التستنج الايرور يكون اقل ما يمكن. ماشي ماشي اوكي. طيب في حاجه بقى اسمها اوفر فيتنج واندر فيتنج. ماشي ايه الاوفر فيتنج والاندر فيتنج؟ نبدا بالاوفر فيتنج الاول. الاوفر فيتنج ان انا بديك شكل واحد في الوقت. اوكي زي ما اتكلمنا على المودلز دي بتاعت الانكم والايج. اوكي الاوفر فيتنج انها تبقى باخده الشكل ده بس ما اقدرش اطبقها على اي حاله تانية. ماشي خلينا في الاكزامبل بتاع الطفل الصغير. انا جايب له صوره واحده بس لقطه واحده بس. اوكي نفترض انها قطه اللي هي شيرازي اللي هي البيضه وشعرها طويل دي. اوكي وطول الوقت بوري له هي نفس القطه دي واقول له دي قطه دي قطه دي قطة. اوكي ماشي هيجي بعد شوية لما اوريها له هيعرف انها قطة. يس هيعرف انها قطة ديفينتلي هيعرف انها قطة. لو جبت له قطة تانية شكلها مختلف بقى قطة سودا مثلا او قطة من اللي هما الاورنج دول. اوكي هيعرف انها قطة؟ لا. اوكي فانا لازم وانا بعمل الموديل بتاعي ابقى فليكسبل شوية ما يحصلش اوفر فيتنج ان هو ما يعرفش حاجة تانية غير ده. اوكي طيب ده الفلكسبل شوية اللي هو هيعرف حبة حاجات وحبة حاجات لأ فإتس أوكي يعني بس عرف معظم الأشياء فأقدر إن أنا أجيب له صور تانية هو ما شافهاش لقطط وهيعرفها إن هو عارف البيزك فيتشرز عارف القطة بيبقى شكلها كده. طيب ده اللي احنا قايلين جاست رايت ده حلو جدا. ده وحش عشان مش هيعرف غير شكل واحد بس أو حالة واحدة بس اللي هيعرف يحلها. ده فلكسبل هيعرف يحل حبة مشاكل. أوكي طيب ده اندر فيتنج. اندر فيتنج يعني ايه؟ يعني انا عملت له حاجه يعني معرفش بيها حتى الكيس دي ما قدرش يحلها. ماشي اوكي يعني اندر فيتنج يعني ما تعرفش على اي حاجه ما تعرفش على اي فيتشرز ما فيش حاجه فادته اصلا. اوكي فانا المطلوب مني ان انا ما اعملش اوفر فيتنج ان انا ما اعرفش غير حاله واحده ولا اندر فيتنج ان هي يبقى الدنيا فليكسبل قوي فما اقدرش احل المشاكل اللي عندي. مطلوب مني موديل عام يحل لي مجموعه من المشاكل. اوكي طيب عشان افويد الاوفر فيتنج اقلل عدد الفيتشرز. ماشي اعمل موديل سيلكشن اعمل ريجولاريزيشن ان انا اخلي الفيتشرز بس اقلل الامبورتنس بتاعها بان انا اعمل لها ويتنج ايه المهم وايه المش مهم. اخر حاجه ان انا اعمل كروس فاليديشن عشان اعمل استيميشن للتست ايرور بتاعي. كروس فاليديشن هنتكلم عليه كمان شويه. طيب ده اسمه ريجولاريزيشن ان احنا عايزين نقلل اللوس بتاعتنا. اوكي فبعمل كلاسيفيكيشن تيرم بلس سي في ريجولاريزيشن تيرم. ماشي زي ما احنا شايفين في الشكل ده ان انا بحاول ازود ويتس بحيث ان انا اعمل ايه اوصل للشكل بتاعي اللي هو الشكل المفضل عندي اللي هو ده. خلاص اوكي تمام ومطلوب مني ان انا افويد الهاي ديجري برونوميالز ده احسن لي يعني. طيب البروسيس بتاعنا انا قلت عندي تريننج وتستنج في مرحله في النص اسمها فاليديشن. الفاليديشن دي عباره عن ايه؟ اول حاجه انا عندي مجموعه من الداتا بقسمها راندوملي. اوكي 60% للتريننج 20% للفاليديشن و20 ميل التستنج. اوكي التريننج سيت دي مجموعه من الاكزامبلز اللي انا بستخدمها في الليرنينج موديل بتاعي. اوكي اللي انا هقول له دي قطه ودي تفاحه ودي برتقانه. خلاص الفاليديشن سيت دي
مجموعة من الاكزامبلز ما بستخدمهاش عشان اعلمه، بس بستخدمها عشان اعمل تيونينج للموديل بارامترز، زي ان انا اختار هاخد قد ايه من نيبرز. ماشي، الفاليديشن ده بيساعدني في ان انا اعمل كنترول للاوفر فيتنج. اوكي ماشي، اخر حاجه التستنج. ده التستنج دي ما فيهاش مشكله، ان انا بشوف انا عملت موديل ودربته، بمتحنه بقى بشوف هينفع ولا مش هينفع. خلاص، عمرنا ما بنستخدم الداتا اللي استخدمناها في التست عشان اظبط الموديل بتاعي تاني، الفاليديشن بس هي اللي بظبط بيها الموديل بتاعي. خلاص، ايه انواع الكروس فاليديشن اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه ده؟ اوكي، الكروس فاليديشن ده عباره عن ان انا بيبقى عندي طريقه ان انا اعمل استيميشن للايرور بتاعي باستخدام الداتا سيت. ماشي، بعمل ايه؟ بقسم الداتا سيت بتاعتي ل اجزاء متساويه. ماشي، كي ايكوال بورتس، الكي ده عاده بناخده 10، عاده بيبقى 10 فولد كروس فاليديشن. ماشي، فنفترض انها 10 هنا، يبقى انا قسمت الداتا سيت بتاعتي ل10 راندوم بورتس. خلاص ماشي، المرحله الجايه ان انا هدرب الموديل بتاعي على ال10 راندوم بورتس بتوعي دول واشوف الاف اوف جي بتاعتي والدي اوف جي واحسب الايرور، وبرجع اقسم تاني واسيب اخر واحده وهكذا، وفي الاخر باخد الافريج بتاع كل الايرورز بتاع كل الفولدز اللي انا عملتها دي واحسب الافريج ايرور بتاعي. المفروض الايرور بتاعي يكون قليل. ماشي، حاجه تانية من الحاجات اللي احنا مهمه عندنا جدا، الكونفيوجن ماتريكس. الكونفيوجن ماتريكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتقسم الداتا بتاعتك في حاجات اسمها ترو بوزيتيف، وحاجات اسمها ترو نيجاتيف، وفي حاجات اسمها فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. ترو بوزيتيف وترو نيجاتيف دول معروفين ان انا انها طلعت ريزلتس صحيحه. ماشي، طيب ايه الفولس نيجاتيف والفولس بوزيتيف؟ الفولس نيجاتيف انها مثلا انا قلت ان هو البني ادم ده، الفولس نيجاتيف ان انا قلت ان البني ادم عملت له تحليل وقلت ان البني ادم ده مريض وهو سوري قلت ان البني ادم ده سليم وهو اكشولي مريض. طيب الفولس بوزيتيف ان انا عملت له تحليل وطلعت النتيجه ان هو مريض وهو اكشولي سليم. خلاص اوكي تمام، في بعض التعريفات هنا هنبص عليها برضو، ايه الفرق بين الاكيوريسي والحاجات دي. بس احنا تقريبا خلصنا كده، مفيش حاجة تانية غير الترمينولوجي ان انتوا تعرفوها تبصوا عليها. دي الماشين ليرنينج بوكس، في بوكس كتيرة جدا وفي محاضرات كتيرة جدا لو حد عايز يبص عليها برضو. اوكي تمام كده، شكرا.